محمد من تنزانيا، هل استعمال اللغة العربية في خطبة الجمعة شرط من شروط خطبة الجمعة أو يجوز استعمال لغة أخرى بغير اللغة العربية؟ لابد، يعني شوف، هناك أركان للخطبة لابد أن تكون باللغة العربية، كما أنك تقرأ الفاتحة باللغة العربية، تقول سمع الله لمن حمد باللغة العربية. اللغة العربية هي لغة أهل الجنة، واللغة العربية أنا لا أريد أطيل الكلام فيها، لكن ترى هي أصل اللغات على الإطلاق، وهذا فيه أبحاث كثيرة جدا لو شئت أن تطالع في هذا الباب لوجدت، لأن مخارج الحروف في اللغة العربية 17 مخرجا، طبقات مخارج الحروف 17 طبقة، بينما طبقات الحروف اللغات في اللغات الأخرى 18 11 18 10 7 6 إلى آخره. هذه لغة هي أم اللغات بلا إطلاق، وهي لغة أهل الجنة، وهي لغة القرآن الذين تعبدوا الله به. فلا بد في بداية الخطبة من أن تحمد الله وتثني عليه وتصلي على رسوله وتقرأ آية من القرآن وتعظ الناس بحديث أو آية تذكرهم فيها بالله عز وجل، وتقول كلمتين باللغة العربية، ثم تكمل خطبتك باللغة التي يفقهها قومك، لا بأس بذلك إن شاء الله.